اچھا آئیے بھائی شروع میں دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذه العلوم ولا تعسرها وتممها بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وقلوبنا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا ببركته سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اللهم أصلح قلوبنا يا أرحم الراحمين يا عزيز يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير. اللهم اجعلنا ممن أحيا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب القرآن وحب الإسلام وحب الصحابة أحب الأشياء إلينا يا منور القلوب يا مقلب القلوب يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا كريم يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يسر لنا هذه العلوم ولا تعسرها وتممها بالخير اللهم وفقنا لمطالعة هذه العلوم اللهم يسر لنا أسرارها وفوائدها وأحكامها اللهم نور قلوبنا فلا منور إلا أنت واشرح صدورنا فلا شارح إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المصلين الشاكرين الذاكرين المحسنين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا حبا لك ولرسولك ولصحابة رسولك ربنا زدنا علما اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن أحيا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم آمين آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اچھا بھائی اب کوئی طالب علم تھوڑی سی عبارت بھی پڑھ لے کتاب کی بھائی. تم بھی عن البیان في منطقه اذا بان وظهر كلامه وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها نحو الضش للموضع الخشن وهو لنبات ترعاه الإبل والنقاح للماء العذب الصافي والمستشزر للمفتول.
چلیے بس کل انشاءاللہ سبق کے باقاعدہ شروع کریں گے. آج بدھ کا دن تھا، ابتدا ہو گئی، دعا ہو گئی.